فيا أيها الباغي استنارة قلبه تدبر كلا الوحيين وانقد وسلما. فيا أيها الباغي استنارة قلبه، أي يا من طلب النور في قلبه والهداية والبصيرة، تدبر كلا الوحيين وانقد وسلما. هذا ذكر أول الأسباب التي يستنير بها القلب. أول الأسباب التي تستنير بها القلوب هو تدبر الوحي، تدبر الوحيين الكتاب والسنة. الله جل وعلا أمر بتدبر كتابه، بل جعل علة الإنزال تدبر القرآن. قال جل في علاه: كتاب أنزلناه إليك مبارك إيش؟ ليدبروا آياته. فجعل علة الإنزال التدبر. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. فجعل ضرب الأمثال في هذا القرآن للذكرى، والذكرى ثمرة التدبر. ولذلك قال في الآية التي سبقت في سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالتذكر ثمرة التدبر. وقد عاب الله تعالى على من ترك التدبر، فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال جل وعلا: أفلم يدبروا القول، يعني يدبروا القرآن. والتدبر أيها الإخوة هو فهم الكتاب والسنة، فهم الوحيين، وذلك بالتأمل في نصوص القرآن وأخبار سيد الأنام، وإعادة النظر في الوحيين مرة تلو مرة لفهم نصوصهما وإدراك ما احتواه واشتمل عليه من المعاني. وهذا غاية الفقه، أعلى الفقه فهم معاني كلام الله ومقاصد رسول الله. هذا أعلى الفقه وأسماه وأرفعه، أن تفهم عن الله وعن رسوله. ولذلك التدبر مفتاح العلوم والمعارف. التدبر به يدرك الإنسان صلاح قلبه وصلاح عمله. ولهذا لم يبدأ بسبب قبل التدبر، لأنه التدبر هو المفتاح. فمن وفق إليه حي قلبه وسمت روحه واستقامت أحواله. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. شوف، أول شيء جعل وصفه بأنه روح، والروح بها الحياة، ثم ذكر النور، والنور تكمل به الحياة. فالنور زيادة. لذلك يقول الله تعالى في الآية الأخرى: أو من كان ميتا إيش؟ أو من كان ميتا فأحييناه. ثم قال: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فجاء النور بعد الحياة. ولذلك أكمل ما يكون في حال الإنسان أن يكون منور القلب، لأن منور القلب حي قلبه وازداد فضلا باستنارة قلبه وانقشاع الظلمة عنه. ولهذا ينبغي لمن أراد استنارة قلبه أن يقبل على كتاب ربه وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تفهما لمقاصدهما وفهما لمعانيهما وإدراكا لمضمونهما. فهذا هو العلم. فالقلوب حياتها بالروح، وقوتها بالنور، ولا حياة ولا نور إلا فيما جاء به القرآن العظيم وما بينه سيد الأنام صلوات الله وسلامه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه
فالوحيان القرآن والسنة منشأ كل هداية، فمن أراد الهداية فليتدبر الكتاب والسنة. الخلاصة، ما معنى تدبر الوحيين؟ الفهم عن الله وعن رسوله، وذلك لا يتحقق بمجرد قراءة مرة واحدة وإدراك المعنى اللفظي فقط، بل بإعادة النظر. ولذلك المشركون لم يقل الله عز وجل لم يفهموا القول، قال أفلم يدبروا القول، أفلا يتدبرون القرآن. هم فهموه ولو لم يفهموه ما قامت عليهم الحجة، لكن الذي حصل أنهم لم يدبروه، لم يتأملوا معانيه، لم يقفوا عند دلالاته ليستدلوا بها على ما ينجون به من الهلاك، إنما اقتصروا فقط على نظر حسير وفهم مقتصر على إدراك معنى لم يؤثر في قلوبهم صلاحا واستقامة.